وللحديث عن أسباب وفيات المتظاهرين تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، مرحبا بكم. يعني أصدرتم أنتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قائمة تضم 600 شهيد، لكن هل هؤلاء هم كل عدد الشهداء أم فقط من تم التحقق من أسمائهم؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. وعليكم السلام. أولا الرحمة والمغفرة لجميع شهداء وضحايا العراق. الأسماء التي تم توثيقها من خلال التقرير الأخير الذي صدر من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب هي تتضمن فقط الأسماء التي حصل عليها المركز عن طريق الناشطين في ساحات التظاهر، وطبعا تم توثيقهم بالأسماء، ولكن طبعا بالتأكيد هناك أسماء كثير من الشهداء الذين لم نتوصل حقيقة إلى ذويهم أو إلى معارفهم لكي يتم توثيق الأسماء، خاصة وأن هناك ليست فقط عمليات قتل تتم في ساحات التظاهر، هناك أيضا عمليات قتل تتم في الشوارع والأزقة البعيدة عن المتظاهرين، إضافة إلى هناك عمليات اغتيال داخل البيوت، والعوائل طبعا تخاف ولا تستطيع أن تعلن أسماءهم على أساس أنهم كانوا متظاهرين. بالإضافة إلى ذلك فإن أيضا حتى لو وصلوا هؤلاء القتلى إلى المستشفيات الحكومية فإن المستشفيات الحكومية لا تعلن أنهم من المتظاهرين. طبعا هذا جاء بناء على أوامر من مباشرة من الحكومة العراقية، واعترفت بها حتى مستشفيات نعم. العراقية لكي يتم التعتيم على العدد الحقيقي لضحايا والقتلى من بين صفوف المتظاهرين. نعم. طيب دكتورة، إذا ما تحدثنا عن الكيفية، هل لديكم ربما إحصائية قريبة نوعا ما عن ما هي أكثر الطرق التي استخدمتها القوات الحكومية الأمنية والميليشيات في قتل المتظاهرين؟ هناك طبعا العديد يتحدث عن أسلحة ببنادق الصيد، هناك من يتحدث عن في إطار أسباب الوفاة تكون بالرصاص الحي، وأيضا هناك طعنات بالسكاكين. ما هي الطرق أو أكثر الطرق التي استخدمتها هذه القوات وهذه الميليشيات في قتل المتظاهرين؟ في بداية التظاهرات كانت أغلب الضحايا يسقطون نتيجة إطلاق الرصاص الحي المباشر، وكانت يستهدف مناطق حساسة في الجسم مثل الرأس والصدر، مما تؤدي إلى وفيات مباشرة، وأغلب الإصابات كانت عن طريق هذه الأسلحة مثل أسلحة الكلاشينكوف والتي تستعملها القوات الأمنية المتوسطة والخفيفة، إضافة إلى القناص الذين كانوا ينتشرون التابعين للميليشيات الذين كانوا ينتشرون التي تسميهم الحكومة الطرف الثالث التي كانت تصيد المتظاهرين بالإصابات أيضا المباشرة بالرأس والصدر، وأيضا القنابل الغاز المحرمة دوليا أيضا تم تسجيل عدد كبير من الوفيات ولا زالت مستمرة لحد الآن. الآن النوع الأخير التي تجربه الحكومة هو أسلحة الصيد التي يعني عبارة عن شظايا يعني تمزق المتظاهرين، وهي طبعا هي من الأسلحة أيضا المحرمة التي لا دوليا والتي لا يجب أن تستخدم ضد المتظاهرين. الطعن بالسكاكين ايضا شهدت بعض المجازر التي حدثت ضد المظاهرين، ايضا شهدت استخدام الاسلحه البيضاء خاصه من قبل الميليشيات. في بدايه التظاهرات ايضا كانت هناك مدافع الماء الساخن ايضا تسببت في وقوع وسقوط ضحايا. هذه هي اهم الاسلحه مع الاسف الشديد. طيب، التي هي محرمه دوليا. دكتوره، تحدثتي عن طرق عديده في قتل المتظاهرين، لكن إذا ما أردنا تصنيف هذه الجرائم، يعني في أي خانة، في أي يعني ربما تكون هناك فيها سند قانوني، كيف يمكن تصنيف هذه الجرائم؟ هذه الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين هي تعتبر جرائم ضد الإنسانية، خاصة وأن هؤلاء المتظاهرون لم يشكلوا أي خطر ولم يشكلوا أي تهديد للحكومة، وكانت تظاهراتهم سلمية واستخدموا الطرق السلمية المشروعة دوليا في تظاهراتهم من خلال قطع الطرق و
يعني مخيمات الاعتصام، وهذه تقرها جميع الدول، وهي يعني عادية، ويمكن لأي متظاهر في أي دولة أخرى تدعي أنها ديمقراطية أن يقوم متظاهرون بهذه الفعاليات. نعم ولكن مع الأسف في العراق المتظاهرون يتعرضون لهذا القمع الوحشي والعنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين، وهو يصنف كجريمة ضد الإنسانية، خاصة وأن هؤلاء المتظاهرون من المفروض مدنيون سلميون، من المفروض أن يتم حمايتهم وليس التعامل معهم بالعنف والقوة، حتى لو أن وصلت سقف مطالبهم إلى حد إسقاط الحكومة وغيرها، فجميع هذه المطالب مطالب مشروعة، ولم يقوم بأي أعمال عنف أو حمل للسلاح لكي يبرر للحكومة ما تقوم به من عمليات وميليشياتها من عمليات قتل منظمة طيب ومنهجة ضد المتظاهرين. نعم. دكتورة، التوثيق الذي خرج وهو مواكب لأحداث التظاهرات من قبل مركزكم، مركز في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، أيضا في قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، أيضا في بدور هذا القسم يوثق الأحداث التي تجري في العراق. لكن هنا السؤال، يعني إلى أي مدى يمكن الاستفادة من هذا التوثيق لملاحقة الفاعلين في هذه الجرائم؟ التوثيقات هي من أهم الركائز الأساسية لملاحقة أي مجرم وأي أي مرتكب، حتى لانتهاك بالضرب لا بد من توثيقه، ولا كيف يتم استحصال الحقوق في المستقبل؟ يعني الكثير من العراقيين يعني تحدوا وقاموا بفضح الجرائم التي انتهكت بحقهم، ومهما كانت الجهة، مهما كانت قوة الجهة التي قامت بهذه الجرائم، لأنهم يعرفون أن في المستقبل يمكنهم أن يستحصلون حقوقهم. يعني هذه التوثيقات في المستقبل ممكن الاستفادة منها في تحويل هؤلاء الفاعلين إلى المحاكم، حتى لو خرجوا خارج العراق، حتى لو هربوا يتم ملاحقة دوليا عن طريق المحاكم في الدول الأجنبية، أو حتى عن طريق محكمة الجنايات الدولية إذا تم تفعيل هذه الجرائم عن طريق محكمة الجنايات الدولية. إضافة إلى ذلك، هذه القوات الحكومية وهذه الميليشيات تابعة لدول أجنبية، نعم ويعني دول أجنبية، إيران مثلا تابعة لها وتدين لها الميليشيات بالولاء التام. القوات الحكومية تقوم بتدريبها دول أجنبية. إذا هذه الحكومات سوف لن ترضى، يعني إذا وصلت إلى مسامع شعوبها أن هذه القوات تقوم بانتهاكات، سوف لن تستمر بمساندة هذه الحكومة وهذه طيب والعراق. طيب طبعا نقصد هنا العراق. نعم. نعم دكتور، لو تحدثنا عن الموقف الدولي، يعني المبعوثة الأممية إلى العراق بلاس خارت قالت في كلمتها اليوم إن العراقيين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان. إذا أردنا أن نقيم الموقف الدولي، كيف تابعتم التجاوب الدولي لوقف هذه الانتهاكات ضد المتظاهرين؟ يعني الحقيقة الموقف الدولي لحد الآن لم يتجاوز غير يعني الاستنكار والشجب، مع العلم أن هناك مطالبات كثيرة من قبل منظمات دولية معروفة بأن يتم تفعيل إجراءات ضد العراق. الآن الذي يتعرض له المتظاهرون هو عمليات قتل مباشر، وهذا القتل تقوم به الحكومات وتحت سمع وأبصار الحكومة دون أن تقوم بأي فعل ليضمن حماية لهؤلاء المتظاهرون. إذا كيف تساند هذه الحكومات الحكومة العراقية وهي تعتبر يعني مجرمة في نظر القانون، إذا نعم كان هناك حقيقة تعامل متساوي ويتم وليس الكيد بمكيالين والتعامل مع العراقيين كأنهم ليسوا بشر؟ يعني في الحقيقة
من واجبها لكي تحمي الشعب العراقي وليس فقط مساندة الحكومة العراقية عن طريق وقف على الأقل وقف التعاون مع الحكومة العراقية، وبالتالي فهي تسحب البساط من تحت الحكومة العراقية، وهذه الحكومة هي ليست لها أي قواعد وأي جذور في العراق، هي فقط نعم دكتور. تستمد قوتها من الـ يعني التعاون الأجنبي والتعاون الدولي. أما في العراق فالمظاهرات الآن هي أكبر إثبات أنها نعم ليست دكتور. لديها أي قواعد في العراق. نعم. عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لكم.